لو ماني صايم كان كثرت المويه وشربت. هذا وادي يعتبر سابع وادي. هذا محشش. تسولوا علاش كنضحك ياك؟ واش عباد الله واحد بكره وتدوي لهم على الزواج ولا تدوي لهم على اللقاء كيجيك؟ هذا هو ما بان في الحلم. واي ار يو جاي؟ والله غير شنو غير؟ شنو هادشي؟ ناري لعب اوتلاس خونا لعب اوتلاس وجات عندو المشكل نقصت علي. اهلا مرحبا بكم معايا فيديو جديد. انا ما عرفتش علاش ملي كنكون باغي نصور ميمز ولا شي فيديو ديال الضحك كنكون لابس هاد القبيه. وقيل حيت صفرا في هذاك الايموجي صفر حتى هو كيضحك عرفتو تيكون في جميع البلاتفورم. يمكن صفر عنده علاقه بالضحك داكشي علاش كاين فوا كنلبس هذا الشيء كترشق ليا باش نصور لكم الضحك. صوب لازم نطول عليكم بزاف واحد ابوني حمراء بحال الترابو ديال المغرب وليتس جو تو ذا فيديو. جبت لكم شي ميمز رمضانيه غادي نشوفوا الاجواء ديالهم كيفاش دايرين. اوكي ليتس جو. الوالد قدر يفطر بدون سبب. عطيني غير دقيقه نتكلم مع الوالد ونمشي نجيب باريزيان. وين الوالد؟ قليل الادب الوالد جا تبارك الله. بغيتي يقول لك با ايوا عبد الوالد الحمد لله انت شفت شويه بعدا تعرف تصرف في قايف طربي الاول ما بشعل ما نديروش شي وليدات في الحي بينا من السؤال ولا ما عندنا داك الشيء عاد شنو الرياكشن ديالو كي داير انا ما كرهتش دابا ندير الدراري في هذا العشيه الله اكبر ما بشعل طالب هو طالب عليها الله الله انت راهي دابت مات شنو هو هادشي شمن اللغه هادي الله اكبر الله اكبر الله اكبر الله اكبر اعوذ بالله من الشيطان الرجيم وما تبقاوش تضحكوا بالصلاه ما تبقاوش تضحكوا بهذا الشيء راه خايب او حتى فيديو ديالو على قبل ميم كتصلي فيه ومرتك ما تخليهاش تاخذ التليفون انت تيكون عندك في التليفون كاع اسرع الدوله انا كناكل في ديك البيتزا الكارما اللي صايبات اختي باش يحسب ليها باللي عجبتني ما تعقدش لا انا صراحه اختي كتصايب بيتزا واعره ما كارماش شوفي يدي كاس لفاطمه الزهراء كتصايب لينا بيتزا كتصايب لينا بيتزا زوينه ثانكيو ثانكيو اول حاجه ديالي في رمضان حاجه درت لكم نهار ثلاثة من وحده للثلاثة قيلوله راحه بعدها تريح واحد شويه عندك الخلود الى النوم بعدها قيلوله بعدها عندك النعاس ولدي كيف الصيام الاول قدر الله المراه ديال قلقاتك هي قلقاتك عندك يصحاب لك غادي تجي عندك وتقول لك سمحي حيتاش قلقتك حنا داوين على العالم الواقعي دابا ما كنهضروش على الميتافيرس اشنو كيوقع المراه كتشوفك مقلق كتقلق هي كتقلق حيتاش انت مقلق ما كتبغيكش تكون مقلق دونك كتصدق انت مقلقها ها وشي دابا انت قلقتيها دونك اشنو خاصك دير خاصك تمشي كتجري عندها تمشي عندها وتقول لها سمحي لي واش هكا ديالك لحم بزاف وا الفتيات وا تشتشي ويديكم ربي تكيسوا علينا شوي قل أبي الله وآياته ورسوله كنتم تستهزئون لا تعتذروا قد كفرتم بعد إيمانكم هاي سورة التوبة آية 66 ها والله ذكر في القرآن أنا يعني الفيديوهات ديال القرآن ديال الصلاة ديال ما ديروش بهم ميمز الله يرحم لكم الوالدين برو هاز نو فير الاخ الصغير ما كيخافش دنان ضهيبه واو بلاصه ما تخلع عليه بكي ولا استرفقها في البلاصه فين كاينه في التليفون وهي هذيك الدريه اللي جالسه حدا هي اللي جات في البلاصه وكلا دق او ماي جاد شي معاك كانت ساهيه وكتطلب بحال هكا وجيت لقى لك شي واحد هنا انت كتغيب اصاحبي واو 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 شات شي هاد الكلمه الجديده عاوتاني خات امجنن اجنن زعما حنا ردينا امجنن وات ذا امجنن ندوه صحفي زيد كنا عايشين في واحد الضغط اللي هو كبير والحلال صعيب ساهل باش تهز بنت وتمشي ديها ودير معاها بزاف الحوايج ولكن في الحرام ولكن صعيب باش تزوج واحد البنت وتمشي تخطبها من دارها وتمشي تاخذها من دارها وتزوج تسولوا علاش كنضحك ياك؟ واش عباد الله واحد بكره وتدوي لهم على الزواج ولا تدوي لهم على اللقاء كيجيك؟ اويلي 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 واش بغاو تركب لها الخاتم؟ هذا هو ما بان في الحلم واي ار يو جاي؟
الله خاصني ونجم باسو وي ار يو جي خويا انا حسينا بالحاله الحمد لله لله وجبناها وضربنا عليها وبرافو لهاد الرجال وبرافو للجمهور كنتيس برافو هاد الرجال انت كيفاش الو وجابو بوطوله وقلبها موضوع ديال البنت وهي بوطولات وكورات وي والحمد لله الحمد لله وديما كنا عايشين فواحد تي تي نسي انت ما فهمنا والو هذا الفيديو هذا من العالم موازي هذا الفيديو اوكي شوف بحث الله ذاك الصاروخ واش ماشي الصاروخ ما عرفتش واش اعوذ بالله من الشيطان الرجيم وانتم اللي شتوها كتيقوا الصح واه خدموا شويه الاي كيو كاينش هاي طيب بينكس ناديه بحال شي صونيت فهمتي كتكلاكسوني سر نيشان هو كيفاش كيتخيلك فاش كتكوني مقلقه وكتبداي تهدديه مرحبا داك راه نقصدك راه كنقصد ولا قصد الخبار في راسك راه قصاد انا راه الا قصد تراب خايف من طوب هذا ماتشو بعدا معاونه ساوند افكت ديال الغوته تاع توماس صاحبي واه طولي سي طولي قطولي بيبيشا افتحك قطع لي الطبيب يلا انا يلا انا مع المدرسه هذا سناحين يلا ختنو ايوا مبروك مبروك علاش خدمتك بالعادة تهرم انت هات ولدي علاش هذا ايوا مبروك عليك تيتي الناس ما كينعسوش الا شي حد تنمر عليهم انا وخويا كل ليله كيعجبك وجهك شحال كتقيم الجمال ديالي كاين شي حاجه تحت الصفر كاين شي حاجه تحت الصفر وجهك داكشي ديال الثلج عبارة ديال الثلج 700 تحت الصفر ولا ما كيجي بحال هكاك عاد كملت شاف ديك القمشه في نيفك عرفتي وجهك كي داير ما كنبغيش نعيب بالحق خلق الله وكنت كدير اش كتعيب والله خويا تا وجهك ماشي خايب بشع نيفك كبير بعدا نيفك شاد واحد المساحه كبيره في وجهك دوري دوري كامل وفيل سنانك ما مقادينش لا كدبتنا راسك كبير والله تنخلي راسك كبير علاش انت فاش كتعايري نخلي نعايرك تمسحو شعرك ملصق مرجيت عايرني كيعجبك انا مورايت اخويا في الدم عند المغاربه الصغير تاع الكبير هذا مال ما مكتوب لا عنوان لا والو ريالي اوكي زي شوفي انا ما بغيتيش بغيتي ما تعاودنيش واش دايره بالعاني ولا هو كيدوب بحال هكاك ولا انا دابا نعم ايه واش هاك شويه كاع هيك هيك يا ممكن تقص الكيف وقيل ياك ايش اسمي يا اسمي يا ودي الدرجة مرة هيدا صاحبي الله يشافي شغنديرو ليه الجي لا الجي يا صاحبي تتا كتغدني راه الميمز يا صاحبي راه ما يفلتوكش ودي بوتان يا غيت والله غيت شنو غيت اجبي شنو هادشي ناري لعب او تلاص خونا لعب او تلاص وجات عندو المشكل نقصت علي وانت راه ماشي غادي غيتخلع راه طار خونا ما بقاش هنا ها مشى حتى هو شوف 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 اوت لاس صاحبي كتخلع انت وصلك كي لاعب بحال هكا كاسك وظلام ومتعمق في الجيم ناري ناري شوف شوف قاعد شوف شوف دابا هو قتلوه سي عاود الشخصيه اللي كنت كنلعب فيها ثاني ها هو قتلوه ها المشاه تجي عندو غيت والله غيت كيسحب لي واش ديك ختنا كتهز الفاس جات عندو نقزات عليه ولا شي زومبي تم ولا وسديت عليا الساجر ونقز ونقز اوف
تبغي نهرب صدق تسدلو عليا الشرجم انا. يا ربي يا ربي يمشي الاليفيتر بلا ما يقيسني شي واحد. نوني ولاد الحاج باق باق نغنقنا هنا نغرق شيت. واو 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 خاتنا واو 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 لقيت خاتنا الاخرى. سي هرب 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 هلا علق علق هبط باي اوف. الله تا يعلبوا لي هذا وكوك. كيفاش هذا بدا عنده الفك العلوي مع الفك العلوي ما عنده السفلي. عنده جوج طلعين طلعينه طلعينه وات ذا فك. اولا مينيو هذا هو مولا وات ذا فك. دارت ليه اعاده تشغيل. في المقابل اطلق مراته واش الا لقيت شي واحد يدير ليا الدلار هي غنطلقها الا لقيت شي واحد يدير ليا الدلار. هيت شوت شو ما قال والله العظيم. واش فايت ليه فكري تزوج على ماماك زعما كاين واش فايت فكرتي تزوج. انا لا لا ما ما عمرني كنطلب الله نزيد لي الحب على الحب. الورد والياسمين كنقدموا ليها يديروا ليه الدلار تلقاو عداو اللي كيبغيها صاحبي ولو ما يدعي ديروا لايك. جالس مع مالي الدار في امان الله جوزيم جوزيم باس لا جوزيم فما تعجب. كم حسنة في ختم القرآن في رمضان؟ القرآن 604 صفحة 114 سورة 6236 آية و77439 كلمة و323015 حرف. فلو كل حرف بحسنة يبقى الخدمة 323000 حسنة، والحسنة ب10 أمثالها فتضرب في 10 يبقى 3 مليون 230150 حسنة. تخيل الخدمة ب3 مليون حسنة. طبعا والله يضاعف لما يشاء غير الثواب المضاعف في رمضان. ولو أنت عايز تضاعف عدد الحسنات ففي طرق سهلة زي إن أنت تختم اكتر من مرة او تشير المعلومة دي مع اصحابك وكل الحسنات اللي هياخدوها انت هتاخد زيها. تدري وبدو الخوت رمضان باقي يلا يلا نهار الثالث اليوم ديالو استغلوا الفرصة ختم القرآن. طريقة صحيحة للصلاة خاصك تطلق يديك في الركوع اوكي. امجاد الاخطاء هادو راه تستافدو معايا تانا راه كندير شي اغلاط بحال هادا. مقلتش هادي تبقى خارجة كتسنى شوية. لا هادي كندير هادي كتسنى واحد شوية عاد كتنزل متنزلش دغيا. شوفوا غير اللقطة الأولى اللي ما رديتش معها البال. شوفوا هنا الطريقة الصحيحة كتحط رجلك هي الأولى رجلك الكبيك زعما تسبقش يدك سي ما مخوتش ردوا البال لهذا الشيء. هاهو كلشي هنا في الفيديو تعلموا مع ناساتكم ديروا بوز وتفرجوا على خاطركم. كيدوا رمضان رمضان أي حدهم يقولنا غدا رمضان نقولوا ما كان يقول النبي عليه الصلاة والسلام اللهم أهله علينا باليمن والإيمان والسلامة والإسلام. آمين. اللهم أهله علينا باليمن والإيمان والسلامة والإسلام. ومن اللي يقول الإنسان ديك علينا القلب ديالو الداخل يستحضر أنه ديك علينا ديك نون الجماعة ديال المتكلم راه خاصو يستحضر فيها جميع المسلمين. اللهم أهله علينا يعني كاع المسلمين ديال الدنيا باليمن والإيمان والسلامة والإسلام. وهذا أفضل ما يسألوا وأفضل ما يدعى به. من اللي يقولوا لنا راه غدا رمضان شي أدعية مزيان شي بلاش نتفكر واحد الحاجة كنت بغيت نقولها بحال مثلا في الدعاء ديالكم في مورا الصلاة ولا في الصلاة نيت في السجود ولا فهمتي حتى يطلب العفو يطلب لكل شيء. اللهم انك عفو تحب العفو فاعفو عنا شي حاجة اللي تكون للجميع مزيانة. الدعاء اللي ما تعرفش نيته طيبه ولا لا زين خدكم في رمضان عشان تفهموا الجنه باذن الله تعالى.
نيتو الفلسطين وحنا حنا جدنا لك عمي وتعيدوا في الدار الآخرة آمين إن شاء الله يموتكم بالسلامة إن شاء الله ويأخذكم بالراحة آمين يا رب من غير ما تحسوا بأي تعب إن شاء الله يا رب. دابا هو الدواء ديالو فهمتي نيه حسنه للناس الفلسطينيين حيت عندهم حال كل نهار كيموت والله يرحمهم. ايوا والفيديو تبارطاجا زميم زميم you should use your IQ brain IQ if you were having it at the first place. تخيل بلي كيدير الانسان بعد الصلاه الفريضه سبحان الله 33 الحمد لله 33 لا اله الا الله اكبر 33 ويقول كمالة المئة لا اله الا الله وحده لا شريك له له الملك وله الحمد وهو على كل شيء قدير. قال صلى الله عليه وسلم غفرت ذنوبه ولو كانت مثل زبد البحر. محتاجين المغفره ولا محتاجين حنا المغفره ونفرط في هذا بزاف ديال المغفره حنا يا خاصنا. واحد المعلومه كنت قريت في واحد البوست حتى اللي قال سبحان الله وبحمده 100 مره نفس يعني نفس الشيء اللي قال السيد تي كتغفر لي الذنوب ديالو زعما بزاف هاد زبد البحر تقصدو به شي اودي دابا نكتبو شوف انا شي حاجه اللي كنوهل معاها كنوحش معاها كنمشي دابا نكتبها لكم في جوجل يجبد لينا هادشي شنو هو شوفوا زبد البحر كنت عارفه المعلومه ونسيتش. زبد البحر او رغوات البحر ورغوات المحيط ظاهره تحدث في جميع البحار نتيجه امتزاج شديد لما تحمله مياه البحر من شوائب ومواد عضوية. مهم احنا ما نتعمقوش في التعريف اعطيتكم غير كمثال. شوف النوب ديالك وخا يكونوا قدوم قد زبد البحر كامل هادشي كامل هادشي كيكون مغطي البحر كامل تسحبوا هاد شوية صافي غتكون البحر كامل حيت هما ناقلين غير تصويرة واحدة نو ها شحال باقي لهي باقي هنا باقي هادشي كامل واخا يكون قدوم قد النوب ديالك كيتغفروا الا ذكرتو دوك الاستغفارات اللي قال هاد السيد وهاديك الطريقه اللي كنت قلت لكم ثاني سبحان الله وبحمده 100 مره خاصه هادو الكلام لا يتحقق الا لو كنت تمتلك اصدقاء حقيقيين او كاين جوج هالشعورين الافراح اذا شاركتها تضاعفت والاحزان اذا شاركتها ضعفت خاصه هادو افراح الا شاركتيها مع صحابك خصوصا في هذا الوقت ما ننصحكش صعيبه صراحه صعيبه تلقى شي واحد اللي يبغي لك الخير كيشوفك تزاديتي ولو غيب واحد شويه بشي حاجه اللي كانت ديجا ما عندكش ولات العين بنادم خايبه. اما الحزن الا مشيتي شكيتي عليه حتى هي ما جات حيت غادي غيتنمر عليك وغادي تبلع ضحك في راسك على راسك. خوت الثقه الحسن ايزنبرغ واخا قادي غرادي ايه سير على الله point of view you meet your friend in Jenna مثال زوين كاين ممثلين غالطين ما تجيبوش اصاحبي تمثيل عاودتي هاد الميمز رمضانية في شكل اللي ما كانوش تعب الضحك تيكونوا بحال هادشي هاد فوتوشوب الهنود مصيبة قد ما عملت من ذنوب ما رح تكون عامل قد وحشي قاتل حمزة عندما أراد أن يسلم أرسل المصطفى صلى الله عليه وسلم فقال له إني أريد أن أسلم ولكن يمنعني من الإسلام آية في القرآن نزلت عليك وهو قوله تعالى والذين لا يدعون مع الله إلها آخر ولا يقتلون النفس التي حرم الله إلا بالحق ولا يزنون وإني قد فعلت هذه الأشياء الثلاثة فهل لي من توبة؟ فنزلت هذه الآية إلا من تاب وآمن وعمل عملا صالحا فأولئك يبدل الله سيئاتهم حسنات فرد عليه وحشي قائلا إن في الآية شرطا وهو العمل الصالح فلا أدري أنا أقدر على العمل الصالح أم لا فنزل قوله تعالى إن الله لا يغفر أن يشرك به ويغفر ما دون ذلك لمن يشاء فرد عليه وحشي قائلا إن في الآية شرطا فلا أدري أيشاء أن يغفر لي أم لا فنزل قوله تعالى قل يا عبادي الذين أسرفوا على أنفسهم لا تقنطوا من رحمة الله إن الله يغفر الذنوب جميعا فأرسل المصطفى صلى الله عليه وسلم لا تقول أنا بعيد قل أستغفر الله لا تقول رب العالمين ما بيقبلني قل لا إله إلا أنت سبحانك إني كنت من الظالمين فالله تعالى قال بعدها مباشرة فاستجبنا له ونجيناه من الغم ولم يختص الله تعالى الأنبياء بتلك الآية فقال بعدها أيضا وكذلك ننجي المؤمنين. أحسن فيديو شفت لحد الآن واو في كاع النصائح اللي بغيتي تسمعو
Men, their focus is women. Women. I have to agree. Am I right? The Israel girlie, la. How old are you? He's 6. Call me when you're 16. Call me when I ask you the same question when you're 16. لا ميمز حلال هذا باش نقراو. عندما تقرأ القرآن ضع بجانبك ورقة وقلم وكلما استوفتك آيات تلامس قلبك وتحبها اكتبها في ورقة صغيرة وضعها في صندوق صغير واكتب على الصندوق رسائل رسائل ربي وكلما احتجت إلي رسائل في يومك اذهب وخذ إحدى الأوراق وقرأ رسالة الله لك للحياة مع الله مذاق آخر. بصح والله الا فكره نظيره. كل ما يقرب رمضان تفكر هذا المقطع. هذا وادي يعتبر سابع وادي. ناري خونا هازل نفس المايك ديالي وفي الماء غيفزقوا. انت ما كل حالتك في السعوديه وادي الليف الماء. لو ماني صايم كان كثرت الماء وشرب. الو وات وات ذا ف خونا صايم وشرب مازال تيستاه. قال لي ما كنتش صايم نزيد مازال نكثر. واش انت صايم دابا؟ وشو كي تستطوع الوقت؟ هذا وادي يعتبر سابع وادي في السعودية وادي الليف الماء. لو ماني صايم كان كثرت الماء وشرب. هذا وادي يعتبر سابع وادي. هذا محشش. رحمة ناري خونا زي الرحمة يا ربي. ناري قال لك جوج حوايج ما تمشيش فيهم. ها؟ طريق الفيليا وطريق الرحمه اخويا راه غادي نشوف الرقم نمشي ليهم دوري اخويا يشوفوا الدراري قال لك جوج والله الا هادشي مشكل. حتى وحده قالت كسكوتي يسمعك صاحبي يتفارق معايا. ناري فاش باقين كيفكروا. الساعه الاولى اول ساعه من النهار بعد صلاه الفجر. قال صلى الله عليه وسلم من صلى الفجر في جماعة ثم جلس يذكر الله حتى تطلع الشمس ثم صلى ركعتين كانت له كأجر حجة. تبارك الله. ساعة ثانية آخر ساعة من النهار قبل المغرب لحظات ثمينة ودقائق عظيمة وهي أفضل أوقات الدعاء لاستجابة الدعاء فيها بإذن الله. الساعة الثالثة السحور زعما الوقت ما قبل الفجر من أفضل أوقات الدعاء والاستغفار لقوله تعالى والمستغفرين بالأسحار لنزول الله تبارك وتعالى إلى السماء الدنيا. فبحال هاد الوقيتة الله رزقنا حسن الخاتمة كاملين. وتال هنا آخر دعاء ديالنا غادي نكونوا سالينا هاد الفيديو. أتمنى أننا هاد الميمز الرمضانية عجباتكم دوز معي واحد لقيتها زوينة عاوتاني أنا شبعت الضحك وشبعنا نصائح مفيدة. الفيديو هذا ممشيتوش غير ضحكينا صافي مشيتو تم مستافدين. خلي معاك واحد أبوني تزيد سيبورتيني بزاف شي كومونتير زوين بحالك. Peace out. شوفكم فيديو جاي.